احنا بالغوطة الشرقية من ناشد كل مين في ضمير حي يجي يتفرج يشوف اللي فينا، لك بتخبيه بأمان او مباري، لك شو ذنب من هالاطفال، شو ذنب البشر كل مباري تاكل، لك شو ها لك مباري دمارك لك الولي لك شوف لك المجازر اللي صارت، لك هذا كل هالشيء اللي صار هذا معقولة ما تحركت النخوة؟ لك ما تخل ما اي نخوة ما تحركت بالبشر؟ هاي اول شيء. لك ثاني شيء لك في عنده استطلاع وشيء متطور وهذا الشيء كله متطور، في عنده شغلات متطوره، لك ما عم يعرف ان وين المكان اللي بده يقصف فيه، لك عم حدد بس المدنيه يعني، لك ليش هذا الشيء؟ لك كل هالتطور اللي عنده ما بيتطارق استطلاع ما تارك اي شيء، لك اقمار صناعيه، لك التطور تبعه كله هذا وصل فينا اخر شيء للمدنيه بقى؟ يعني ما عاد بيعرف مين خصمه، ما عم يعرف مين خصمه، خلص نحن خصم المدنيه، يا اخي شو ها؟ لك بدنا حل هذا الشيء شو هذا اللي صار؟ لك مبارك متخبين تخباشات تخباي اللي تخبيناها ما صفى شو هاد؟ لك المدنية عم تروح، لك وضع مأساوي، لك ما صفى شيء كمان حتى انه واحد دافع مشانه، لك شو هالشيء هذا؟ ماك ولا انه معابر ولا عندنا شيء، ليش؟ مشان شو؟ شو عاملين؟ شو الذنب تبعنا؟ شو طالبنا بايش؟ كتر خيركم.